هاي واضح. انا مارلين رزق، بشتغل بالشوكولا مارتنز شوكو من سوريا. الشوكولا هي سعادة، هي فرح، بتقدر تغير مزاج اي حدا. هي مطلوبة من الكل، من الصغار من الكبار. المبسوط بده شوكولا، الزعلان بده شوكولا. كان معي 15 يوم بدي أعمل أي شيء لجمعية بصخرة سيدنايا، لا بازار. فقعدت فكر أنه أنا معي 15 يوم شو فيني ساوي. قررت أنه شوكولا كوني بعرفها. ولما صار البازار كتير حبيت اللي شفته من العالم، من الآراء اللي هي، قلت بدي تكفي فيها وأنا حبيتها. عملت كورسات بجلجامش، طلعت على دبي عملت تريننج 3 أيام بمعمل، ومن جربت كتير بصراحة. وفي شغلات كتير هيك أول شيء أول ما تزبط معي، وعلى التجارب وعلى الشغل الحمد لله الأمور كتير تمام. وقت رحت على سويسرا رحنا على معمل الشوكولا، فقبل ما أنا أجيب أي قطعة أطلع كل واحدة شو فيها محتوياتها. يعجبني الأمبلاج، يلفت لي نظري الأمبلاج، هذا الشيء كتير ساعد بالشيء اللي أنا عملته لمشروعي الخاص. أطلع فيها شو فيها حتى بتمي أوكي عم دوقها، بدي دوق كل تفاصيل فيها كلها. أحتفظ بالعلبة. نوع الشوكولا اللي عم بستخدمها، الحشوات اللي أنا عملتها، شكل البوكسات تبعي، حبيت استخدم اللوحات اللي أنا بحبها ببوكساتي. تقريباً هلأ أنا بعمل 40 أو 50 نوع للشوكولا حشوات، يعني النكهات كانت غريبة يعني غير اللي نحن متعودين عليها، ولسه أكيد في شيء جديد. عندي ثقة بنفسي إني هلأ بقدر نافس الشوكولا الأجنبية. جوزي شيف، فأول ما بلشت أعمل الشوكولا بدي ذوقه إنه شوف شو رأيه، وأنا خايفة الصراحة. لا كتير حبهم، بس اللي دعمني رفقاتي الصراحة، أولادي لما شافوا الشغل، كل مين شافوا شجعني. أبعد بوكس راح أمريكا، راح فرنسا، ألمانيا. الحمد لله، يعني إنه مين ما عم بيدوق عم بيحب، يعني في دبي، بيروت. يصير عندي معمل، هي الخطة القريبة، يعني أعمل معمل والكادر يكون عندي وأقدر بقى قدرة إنتاجية تكون عالية. أكيد بحلم إني أروح أحضر المهرجان الشوكولا بإيطاليا، هذا عندي حلم. ما يدوق وحس السعادة يطلع فيني يعملوا هيك، إنه خلص أنا هذا الشيء اللي بدي إياه، هذا الشيء اللي وصلت له. باي.